موجز أخبار الخامسة صباحا من النيل الأخبار، أهلا بحضراتكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة وتابع سير العمل بها وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم، كما أجرى الرئيس السيسي حوارا مع الطلبة المستجدين بالأكاديمية ووجه التحية إلى أسر الطلاب في أكاديمية الشرطة بمناسبة حلول شهر رمضان، كما وجه التحية أيضا إلى الأشقاء المسيحيين بأيام الصيام الكبير. وخلال كلمته التي ألقاها بمقر أكاديمية الشرطة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة اتخذت خطوات لتحسين وتطوير وإصلاح الموقف الاقتصادي، وذلك بشكل حاسم ونهائي. كما بعث الرئيس السيسي رسالة طمأنة بأن الأمور تسير بشكل جيد وليست هناك أي مشكلة في السلع أو في المستلزمات. إن الإجراءات اللي تم اتخاذها خلال يعني الأسابيع القليلة الماضية، يعني احنا بنحاول نكون على الطريق الصحيح لإعادة يعني تصويب مسارنا الاقتصادي وتحسينه. ويمكن النهارده احنا بنتكلم على ان احنا عملنا يعني اتفاق اولي كده مع صندوق النقد الدولي، وفي ايضا مع البنك الدولي هيبقى في شكل من اشكال الدعم، ومع الاتحاد الاوروبي ايضا، بالاضافة طبعا للاجراءات الاخرى اللي انتوا عارفينها كويس. وده في حد ذاته هي خطوات من جانبنا ان احنا نحسن ونطور ونصلح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي. فبطمنكم ان الحمد لله الامور ماشيه، وايضا ما فيش عندنا مشكله لا في سلع ولا حاجه، وحتى المستلزمات اللي كانت متاخره في المواني الحمد لله بتخرج دلوقتي. هذا وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة اجتياح رفح ومن اتساع نطاق الحرب، مؤكدا في الوقت نفسه سعي مصر لإيجاد فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتراف دولي. مع التحذير الشديد جدا من خطورة اجتياح رفح، أنا أقول دايما إن إذا كنا احنا فعلا عندنا جدية كلنا كمجتمع دولي على ان يبقى في فرصة حقيقية ان يبقى في دولة فلسطينية جنبا الى جنب مع الدولة الاسرائيلية، ويبقى في فرصة لهم ان هم يعيشوا بكرامة كبيرة جدا جدا في بلدهم، ويديروا امورهم بالشكل اللي هم يرتضوه دون ان يكون لهم ضرر او يكون للمواطن الاسرائيلي على الجانب الآخر ضرر. أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 36 فلسطينيا جراء ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجزرة بقصف منزل غرب المخيم الجديد بالنصيرات بقطاع غزة، غالبيتهم أطفال وبينهم نساء وحوامل. وأضافت الصحة أن جيش الاحتلال استهدف أكثر من 12 منزلا آمنا في المخيم الواقع بوسط القطاع. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الوسطاء يعملون بلا كلل لسد الفجوات المتبقية سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. نعمل ليل نهار مع حكومة إسرائيل حول جميع التحديات الذي يفرضها الموقف على إسرائيل والفلسطينيين ودول أخرى على حد سواء في المنطقة. هذا يحدث عبر حكومتنا ويحدث من خلال مجموعة متنوعة من القضايا. نعم، كان هناك اقتراح مضاد قدمته حماس. من الواضح أنني لا أستطيع الدخول في تفاصيل ما ينطوي عليه ذلك. ما يمكنني قوله هو أننا نعمل بشكل مكثف مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية ومحاولة التوصل إلى اتفاق. أعلن الجيش الأمريكي أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر. وفي وقت سابق كانت شركة بريطانية للأمن البحري قد أكدت أنها تلقت تقريرا باستهداف سفينة على بعد حوالي 80 ميلا بحريا شمال غرب مدينة الحديدة اليمنية. انتهى موجز الأخبار، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.